هذا الدور بدي يطلع ومرتي، لان كنت قاعد عم بحضر مسلسلات وعم شوف هالمشاهير، قلت انا بدي اكون جوز حدا من المشاهير لشوف كيف بتكون حياتي. فشفت مسلسل فيه سيرين عبد النور، قلت اوها هي، انا بدي اكون جوز حدا رايق ناعم هيك حلو مثل سيرين عبد النور، كيف تكون حياتي؟ كلهم بيقولوا عني حلوه، مزبوط، بس نكديه. هالشي مش مزبوط ابدا. طيب الدليل انه طول الليل عم تشخر ما حكيت شيء. طيب قلت يا مرا رؤي، هيدا الرجال عم بيتعب بده يرتاح. ولو قد ما يمكن الرجال بده يرتاح. لو خلص شو بك؟ فكرتك بدك تضربني. ليش شايفتين عابة فهد مثلا؟ لا انسي، ما بدي حدا يحكي هالقد، لا ما بدي، بدي حدا ما كتير يحكي، كون عايش مع حدا من المشاهير بس يوصل فكرته ماكسيموم بثلاث كلمات، مين معقول يكون؟ أصالة صولا يا بيبي، يا حياتي برحمة بابا، أنا كل الناس بتشهد إني أنا الفنانة الوحيدة اللي بوصل فكرتي مو أكثر من ثلاث كلمات، صدقني يا حياتي يا جادو، أنا أخذها من أصالة صولا صولا، إنه أنا بكل بساطة أحكي لك وأحكي للناس كلها باختصار، لما تقولوا أصالة صولا بتحكي كثير، قلت لي ثلاث كلمات يا حياتي، وينك يا جادو يا نور عيني؟ احكي لك واحكي للناس كلها انه انا بكل بساطة عم سمعي بنتي شام واسمي على الباسبور ام شام. أوكي. شو قراها رجل الامن؟ شو قراها؟ ام شام. فشو ابتكر معي بالشنطاية حياتي؟ شو؟ ممنوعات. انت ما كان معك؟ مخلصتهم كلهم. للامانة يا بيبي، للأمانة يا بيبي، يا دوب كان مع شوية بودرة، هي للمكياج للمنخار مو أكتر. شفت سوء التفاهم اللي صار يا بيبي حياتي؟ طيب خلص يا جادو يا نور. في شي كلمة أخيرة بدك تقوليها لكل اللي هجموك حكيوا عليك؟ شو؟ يا جبل ما يهزك زيح. الله 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 أصلا عبد الله. هي 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 ها هو هي. لحظة لحظة لحظة، لا ما بدي حدا يكون عنده مشاكل وهيك، لا لا انسي، بدي يكون ليك كل العالم نهارت لما وفاء الكيلاني تجوز تايم حسن، أنا بدي أكون جوز وفاء الكيلاني، كيف تكون الحياة معها مثلا إذا كنت نايم بالليل وقمت؟ انت رايح فين؟ على الحمام؟ تقصد التواليت؟ هتعمل ايه؟ شو بيعملوا بالحمام؟ هتستحمم؟ لا. هتعمل بيبي؟ لا. ولا كاكا؟ لا يا عمي، عم ياكلوا العالم، شو بك؟ اعرف اجابتك بعد الفاصل. لا تعمل معي تحقيق صرت هيك، لا ما بدي حدا معي يعمل معي تحقيق، بدي غير شيء، بدي شيء حدا من المشاهير هيك، شيء مره تكون حلوه ناعمه عندها انوثه كريمه مثلا، عندها كرم. الله الله الله. شوفي لما تقول كرم نجوى كرم. بدي اقول لك شغله، لما كنت نشوفك على التلفزيون حبيتك. خي يقبرنا قلبكم. وفي هود شواربك اللي جايين هيك، ايه بتعرف بشو بحسسوني؟ بشو؟ بأنوثتي. لحظة لحظة، بشو بحسسوكي؟ بأنوثتي. لعما انا حسيت بأنوثتي هلا. انت بتعرف لما النجوى تحس بأنوثتها شو بتحسس الرجال؟ شو بتحسس؟ تعا قرب غلغلفي. تعا 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 دفيك. صراحة خايف شوي. لا ما تخافش بدي دلكك. شو بدك تعملي؟ مساج. بدك تعملي مساج؟ دلكك. يلا دلك لنشوف. شوفوا النجوى كيف بتدلك. يلا. دم دم يلا دقا دم. شو دقا دم؟ شو هيك بتكون الأنوثة؟ مش هيك. لحظة ما بدي انسى، بدي اللي عندها انوثة بتكون حساسة، بكون عندها شوية احساس، بكون عندها كتير احساس، بتكون ملكة الاحساس. مين ملكة الاحساس؟ يا قبرنا رفكم بتعاقدوا. انا عندي حلال قسمة يعني. I love you guys. بتعاقدوا عن جد. انا الحمد لله يعني انا ملكة الاحساس، ملكة السوشيال ميديا، ملكة المشاكل، الحمد لله. ملكة الرقص ليتلي بالمهرجانات. يلا 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 الحمد لله. اوكي اليسا، انت ملكة البراندز الغالية كمان، واذا بنعيش سوا هي بدنا نحلها لان ما كتير معنا، بتعرفي كيف. لا مش مزبوط جاد يعني بصراحة، انه انا بديت الفنية كلها يعني ما عزت غير شرشف وابيض عادي. اوكي انت ليش بتجع فرد ميلي هيك؟ ما فهم عادي مظبطيها ليك بتبرمي اجي عادي مبرومية يا عمي عادي جاد عم شو الاحساس هيدا؟ عادي ما بدي احساس. لا غير، بدي جمال اكثر، بدي دليل اكثر،
بدي غنج اكثر. كيف انا خلصت من عندي اقول لك ايه انا ملكة الاغراء والجميل والدليل. اوكي رجع شوي عايزينك على بينتشوك الشباب عايزينك خط كافية. طب بدك هيفا نروح نسهر ونغني ونرقص وهيك؟ لا. ليه؟ لانه ما بحب ارقص. اي واضح. ما بحب ارقص. ما بتي ارقص. ما تيجي نرقص رقصة ما فيش بعدها قعدة واللي مسحبنا وحبايبنا انا وانت ونعمل قعدة بين حبيتك حبيتك وحياتك على قلبك قعدة ما تيجي نرقص. اوكي انا مشي حالي نقيت خلاص بصير اجي بالليل ارتاح نام حد هيفا متجرهيه شوف احلام احلام. لا 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 لحظه روي 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 تشرفي ما تخلي روي لحظه شوي لحظه شوي خليني كفي جملتي انا قصدي شوف احلام سعيده انت بتجي على الكويبيس شوي ليش شوف كل هذا الناس هم جمهوري فنزاتي لحظة شو هني ها؟ فنزاتي اه عم تطلع منك عن ذاتي لأن ما قلت لك ايش ابغي قبل ما ننام؟ ننام؟ انا بدي انام حدك؟ هي لا عن جد انا بدي انام حدك؟ هي عن جد بدي انام حدك؟ هي مقهورين نفسي في مع العلم اني مساويه فيشل في 100,000 دولار مو عاجبك شو مساويه فيشل كثير طالع فيشل بعتذر من جوابك معليش نفسي في شو التواليت هون شو بدك شو بدك لك شو بدك كنتاكي كنتاكي وحدك انا فعلت